العليا لجيش الوطن الشعبي لم تدخر أي جهد من أجل وضع مدرسة وطنية فعالة في هذا المجال لتقوية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني. بارك الله فيك. هو في الواقع باش نكون في نفس الصورة اللي كل مرة يذكرنا بها سير الفريق الأول قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أن فيه أخطار تحوم بالجزائر. أولا إذن لازم نحصن على أنفسنا بالعلم، مش إلا بالمدافع والصواريخ والعلم كذلك. ثانيا احنا دولة نطمح، وقبل من دولة الشعب نفسه والطلبة نتاعنا يطمحوا إلى تقدم سريع في ميدان التكنولوجيات وفي ميدان، ونسعى كذلك إلى سرعة قصوى في الرقمنة تاع البلاد. الشيء اللي ما كانش يقدر يديره 5000 ولا 6000 مسلح قادر يديرها مهندس ولا اثنين من ناحية سيبرالية ويفسر لك على المراجع تاعك ويفسر لك. إذن سلاح ضروري. إذن مهمتكم ما هي سهلة، ضرورية حيوية بالنسبة للتقدم تاع البلاد.